في ارتيما قاع عمر ما كان هدفنا كشف الاسرار والامور الشخصيه للمشاهير، ولكن مع هذا الانتشار السريع للاخبار والاشاعات اصبح من لازم علينا اننا نقربكم من الحقيقه ونوصل لكم الصوره كيف ما هي. مرحبا بكم في حلقه جديده. هذا الاسبوع من بين الاخبار اللي تصدرت وثارت الجدل وكانت مفاجاه بالنسبه للجمهور المغربي هو خبر وضع الفنانه فرح الفاسي طلب طلاق من زوجها الفنان عمر لطفي، وكشفت مصادر اعلاميه ان الفنان عمر لطفي كيرفض لحد الساعه الموافقه على الطلاق، بينما فرح الفاسي كسر على قرارها وان السبب وراء طلب الطلاق هو خلاف حصل ما بين الطرفين. وبعدها بدات الخلافات والعلاقه توترات، وبالرغم من محاولات عمر لطفي الحفاظ على العائله ديالو الصغيره الا ان فرح الفاسي ما تجاوزاش هذا الخلاف. نشوف فيها ونقول لك نبغيك. أبو؟ أنا ما خايفاش من حتى شي واحد أنه نتخبى في حساب وهمي أو غيره. هذاك الإنسان اللي هو حمزة مبيبي بزاف ديال الناس أنا عجبني فيهم الصراحة. وفي جديد تطورات القضية اللي رفعتها دنيا بطمة وابتسام بطمة على الفنانة سعيدة شرف، قررت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش تأجيل بت في شكاية ضد الفنانة سعيدة شرف ورضا البوزيدي المعروف بولد شينوية إلى 29 يناير الجاري، وعزات السبب لتخلف أطراف القضية في الحضور، والاتهام لسعيدة شرف اللي وجهته لها ابتسام بطمة ودنيا بطمة بالسب والقذف والتشهير والابتزاز والتهديد. شي ما كانش هادشي ما عجبنيش شي اللي وصلنا ليه، حيت حنا كنبقاو بنات بلاد وحده كما كنا حشومه هادشي كيدار لها هنايا، وانت تبارك الله عندك متابعين كتقولي عربيا وعالميا. حقيقة استدعاء شيرين عبد الوهاب أمام النائب العام المصري بعد اتهام الفنانة شيرين عبد الوهاب المنتج محمد الشاعر محاولة الاستيلاء على مواقعها الإلكترونية وحساباتها الرسمية في الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي والتربح منها، وقيام الأخير برفع دعوى قضائية ضد الفنانة شيرين عبد الوهاب. رجت أخبار في مواقع عربية حول استدعاء النائب العام الفنانة شيرين عبد الوهاب لسماع أقوالها في الاتهام الموجه لها، وحسب محاميها اللي قال أن الأخبار المتداولة لا أساس لها من الصحة، وحسب اتهام شيرين عبد الوهاب استيلاء الشاعر على مواقع التواصل الاجتماعي وقناتها باليوتيوب دون العلم ديالها أو موافقتها وتنزيل العديد من أعمالها على المواقع والتربح منها. والجديد الغنائي هذا الأسبوع في أرتيما بحر الناس الأسامة المعروف بأوس. كيف كان عرفوا أوس معروف بستيل R&B البوب من خلال الأعمال اللي قام بها، وكذلك شنا التوقف ديالو لمدة سنتين وسوناه حول العمل بحر الناس وكيفاش جات فكرة الأغنية وقال لنا. ألوغ هاد الأغنية هادي كتبتها في الكونفينمون 2022، وأساسا هي أغنية كدوي على الناس ديال البحر، سورتو دوك لي زانتروفيرتي، الناس اللي كيعانيو في الصمت ما كيبغيوش يبارطاجيو الحياة ديالهم مع العالم الخارجي، واللي بالنسبة ليهم المتنفس الوحيد هو البحر. وفي هاد لا شونسون انا بحالي بحال هادوك الناس كنعاود القصة ديالي، مي بلوتو جانكارن لو رول دان ميساجي، تادير انا هو المرسول ديال البحر في هاديك لا شونسون، والبحر كيصيفطني لهادوك الناس باش نتصنت ليهم ونجمع الشكاوي ديالهم ونجيبهم البحر، وفي المقابل البحر كيرد على دوك الناس. Donc c'est comme une conversation spirituelle ma bin nas ou le bhar. Ou صراحه اللي انسبيراني كتب هذيك لا شونسون هو داك هذاك الصمت اللي كنشوف ولا اللي كنلاحظ في الناس اللي دايرين بيا ولا الناس اللي ما تنعرفش في المجتمع، هذاك الصمت اللي الا بقى مطول الا بقى لداخل كيولي عباره عن مرض، و ا مومون دوني il faut en parler. واللي بغيت نوصل في هاد لا شونسون سي جوست خاص كل واحد فينا يلقى شي طريقه كيفاش يكرازي هذاك الصمت ويوصل الصوت ديالو للعالم. باغ اكزومبل بور موا سي لا ميوزيك سي لا، مي اي واحد فينا يقدر يلقى شي طريقه كيفاش يحول هذيك لا سوفرونس ولا ديك ديك لا ديبرسيون لشي انرجي بوزيتيف اي شوز كي بوغي اوسي انسبيري لي زوتر باش يديرو تا هما نفس الحاجة. دونك هذا هو لو كونسيبت ديال البحر ديال الناس وكنلاحظوا ان اوس مركز بزاف في السيل الغنائي الار ان بي وسولناه على السبب. او الصراحة لو ستيل ديالي ميوزيكال جي با ان ستيل بريسي، انفان جينيرالمون سي دو لا بوب،
Mais Fderija, c'est un peu différent. C'est indie pop, à la marocaine, si on veut dire. À part Bharnas, les Kanchouya, Afro, Soul, l'instrument qu'un Afro, la voix était Soul. Mais généralement, c'est indie pop. Je pense à Dawa, le style d'Ieli. Mais Inch'Allah, les chansons nigériennes, il y aura d'autres styles. Mais ça va être des choses qui sont entre pop, R&B, Dawa, l'ultimate music genre d'Ieli. ومن بعد بحر الناس سولنا على الجديد اللي كيحضر ليه حاليا. Alors pour le jadid, Inch'Allah, كاين بزاف ديال لي سينجل, بزاف ديال لي شانسون ماروكين جايين en 2024. ما عنديش اون دات بريسيز بالحق راح نخدمين خدامين و هاتي نقدر نقول دابا ستي تيوند اند شكرا بزاف للناس اللي كيسمعوا الموسيقى ديالي و ان غران ميرسي ا تيلي بلس بور سو باساج اند تيلا فراسكو جيت نصبر ما عرفت واش نقدر نهار جديد وجارب ماشي كيف كندار جيتي تاني تكون لي كل هاني لا هادي غيمة وغير وقيتها وغد مهار ما بغيش ننسى لي بينتنا وخماضي فيها بيارك حال عمر وغيفنا جيتي تاني تقول لي كل هاني عارف هادي الخرا وعمري غمرة تابعونا وشاركوا معنا في القناة باش تعرفوا على جديد الأخبار والحصريات وكواليس النجوم دائماً على تيلي بلوس تيلي بلوس تميز ومصداقية